بص ايدك، بص ايدك، بص ايدك، امسح الصور. والله ما خبرت ولا بني ادم، ما قلت ولا لبني ادم بالدنيا، بس مشان تمسحهم مشان الله. هيك ببلاش، بدين لك مصاري بعمل اللي بدك اياه. لا 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 حبيبتي، هالمرة ما بدي مصاري، اصلا بعرف انه ما ضل معك، واللي اخذتهم بكفه. انت شو بدك امي؟ شو بدك لحتى تمسحهم؟ بدي اياك ناطف قلبي عليك، وكل مرة بدي اياكي فيها بدك تجي. اول مرة بتقولي فيها لا بصير الصور عند هذا المورن اللي قاعد برا، بعدين عند كل الناس، وبحكي تفاصيل التفاصيل، كيف حازز البنطلون، وين الشامة، الإبرة تبع اللقاح. انت ما بتخاف الله يا ابن الناس، ما بتخاف الله؟ عايشني مشان الله، مشان كل شيء بتعزه وعايشني. بخاف الله وكثير. قد ما انا بدي اياكي، انت بتيجي لعندي ولا اروح لعندك؟ ها؟ وين موبايلك؟ وينه؟ امسكي، افتحي بسرعة، بسرعة، بسرعة. خصمها بتتناسوا. وطي صوتك. لا تطولوا، صار عندي ولو اصبحنا على تواصل. هاي الموبايل رجع ثاني. عقبال ما حممك بإيدي. يا زلمة تعبك وعلى جبينك بياكلوا غيرك. شو بدك ولا؟ شو بدك روق؟ لا تعصب علي حبيبي، انا فكرت باللي صار بيناتنا امبارح، واللي طلع معي انه انا ما بدي شيء منك، هيك من الاخر. علي انا ولك عزيز؟ اللي شو بدك؟ ولا هيك فجأة هبط عليك الشرف؟ حقك ما تصدقني، يا حقك، بس يعني ما بدي احلف لك حبيب، انا هيك طالع كل شيء من نفسي، ما بدي منك شيء من الاخر، لانه الواحد ما بيلاقي كل يوم رفيق مثلك. على كل إن انت قريب شي مشان هيك نقعد بشي محل نحكي كلمتين؟ لا ماني قريب بالمشروع انا. يلا المساء بخلص وبحاكيك بشوف شو بدك. مع انه ماني مصدقك، ها؟ لانه الواطي بضل طول عمره واطي. يلا حليق. شو بده يصير يعني؟ شو راس مالها؟ معقولة هي اذا عرفت؟ كمان أنا عندي مشروع بدي ساوي.
عم يندق الباب هنادي، بحكيكي بوقت تاني. شكرا حبيبتي، شكرا. يلا باي. بدك انت شو جابك لهون؟ بدك تفضحني؟ ولو ولو مسكر جوالك. مشان الله مشان الله تركني بحالي، بموس ايدك. تركي تركي لا تتركني بحالي. بس انا هيك الشوب دورني دوب، يعني نار النار النار شعلانه جواتي وبدي طفيها هلا هلا. لا شو هلا هلا، ما فينا، امي هون هي والممرضه. ايه فوت بتعرف عليها. لا وطي صوتك وطي صوتك. فضحتينا فضحتينا شبكي. يعني انت ما عندك مشكله بس الوقت معك مو ظابط. الوقت 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 ما خلص. خلص بسيطه بجيب الليل. لا شو بتجي لهون؟ ببوس ايدك. لا لا تجي لهون. يعني انت بتجي لعندي؟ ايه انا بجي لعندك. ايه خلاص. ايه هلا بعد شوي رح ابعت لك عنواني برساله. فتحتي جوالك عرفتي العنوان، ما فتحتي جوالك انا يعني رح تخليني غصب عني اجي دق الباب ومين ما فتح لي اعطيه العنوان. ها؟ وبتمنى بتمنى من كل قلبي ما تجي اليوم لحتى تشوفي شو رح ساوي فيكي. ورموشه ولو شفتي شفتي لو سمعتي حكي من الاول ما كنتي تعبتي لقلبي، كنتي رايحه سري مري جاي لعندي وما انت مساكت وكل شيء بدك اياه كان صح. دخيل الله. لا 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 شو لا 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 عم اهلك علي شوي. عم اهلك علي شوي شوي. تكرم عينك صب لك كاس ولا بعد ما نخلص الاسكالوز بالمحشي صب لي كاس. تكرم عينك شفت اول ولي بدك تضلي شالحه لابل شلحي. انا ماني مجهزه لانه انا حاسب حساب تفريعه ولو لعيونه ولو خذ البسي لي اياها ولو اطلع لبرا. شو؟ بدي البس. ايه ها قدرت تشتري بس استحي بس شو عيديها شو؟ بستحي. ليش اول مرة؟ إذا سمحت. إذا سمحت؟ إيه سمحت. تعال شبعك حب شبعك غرام. عزمنا هالبسان. احلى تسكيرة باب بحياتي بشوفها، احلى تسكيرة باب. لك دخيل الله دخيل الله شو بحبون هدول جماعة. لا 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 ما بدي. لا 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 يا الله دخيلك شو هالورطة اللي ورطت حالي فيها. دخيلك يا رب يا رب. شو عليها بس ما ريت تجي تشوف شو رح اعمل بحبيبتي لهالمرة. وعدت لصبر لك يا هالمرة فيديو تكرم عينا. لك شو صار معنا؟ يلا بس شوي شوي بس دخيل علي شوي. شو تنزيلة محرك كلها شلحة وقلعة ولبسة تفريعة هي كلها. لك شو صار؟ كمان نتفت وقت نتفت وقت وتدللي عزلي لك شو فوت؟ فوت هيا بيبي يا كريم دايزر. يا بنت حرام you
من مطر كلما ضاقت بروحي كان يقطف لي قمر كان لي مكانا من شهد الهوى ثم ابتليت بحزني آلام الجوى كان دربا فيه يرسم لي خطى صار دربا ليس لي فيه أثر كان لي مكانا من شهد الهوى ثم ابتليت بحزني آلام الجوى لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.